في دراسة ثانية خلونا أقول لكم عليها بعد، يمكن تعجبك يا رؤى وأكيد رح تعجب السيدات قصيرات القامة. إذا أظهرت دراسة بحثية حديثة أن قصار القامة اللي تتراوح أطوالهم بين 165 فأقل يعيشون بصحة أفضل ولمدة أطول مقارنة بأصحاب القامة الطويلة. ما أدري يعني هذه الدراسة تشملك ولا لا، إذا هي 165 لو سمحتي أنا طولي أسرار. 170 أنا كم؟ طولي 170 170؟ طيب أوكي خلاص، يعني أودي ما تشملها الدراسة. عموما يعني طبعا هذه الدراسة أودي يعني بما أني يعني واحدة من التجارب، خليني أقول لو أبغى أشمل نفسي بما أني أنا أقل من الرقم اللي قلتيه 165، حتى أقل من 155 يا جماعة. الفكرة أنه أشعر أنه المرأة قصيرة القامة أو اللي مو طويلة أنثوية أكثر. هذا مو معنى أنت متى 170، ما هي 170 يا جماعة، ترى أتوقع أنه الدراسة تشملها. استني أنا أقولك أنا شحس. طيب ثاني شيء العمر ما يبان عليها. ثالث شيء مدللة على طول. مدللة أنا يا جماعة عندكم ولا لا؟ مدللة. ها وإيش كمان؟ وما أتعب في اللبس وألبس كعب براحتي. الطول ما يقدر يلبس كعوبة. إيه. إيه. شوفوا أنا طولي الصدق 164. ها لحقت نفسها. يعني الصدق. يعني أنا ما أشوف إنه 164 أعتبر قصيرة. صدق لا، فأنا استغربت من الدراسة أنه 165 وتحت، يعني حتى 165 أحسها تميل للطول أكثر. صحيح، يعني فعلا أنه السانتي يعني ما أحس أنه طويل، يعني ما أحس أنها قصيرة. يمكن اللي من تحت ال 59 هم اللي أشوفهم أنا قصار. يعني في أشياء كثيرة مريحة رؤى في حياتي، أنا عارفة الفساتين، اللبس، كذا مرتاحة، بطاح الجوال مثلا ما ينكسر. أقول لهم ذاك اليوم أودي أقسم بالله ذاك اليوم أقول لهم والله يا جماعة لما نطيح ما خاف، ما راح أتعور، بيني وبين الأرض شبر. شفتي هذه كل الميزات يعني اللي احنا موجودين بهدلتوني في الخيمه. طيب.